محاور والطرق الرئيسيه من داخل الاداره العامه للمرور لمرور القاهره. يصطحبنا فيها الرائد احمد الشريف مشرف غرفه العمليات بالاداره العامه للمرور. صباح الخير يا استاذ رائد. اهلا صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. يعني في البدايه عايز اسال حضرتك عن يعني حركه الطريق في محيط محكمه جنايات القاهره، حيث ستقام يعني اليوم محاكمه او اعاده محاكمه الرئيس السابق محمد حسني مبارك. حركه المرور الان في محيط اكاديميه الشرطه، المنطقه اللي بيتحاكم فيها الرئيس السابق، الحاله المروريه بتسير بصوره طبيعيه جدا. تم الدفع بقوات كافيه وتم تعزيز الخدمات في المنطقه، ولكن كل ده دون اي تاثير على حركه المرور. فندم، هل هناك كان هناك حوادث على مدار ال 24 ساعة الماضية؟ الحمد لله ما تبلغناش بحوادث أكثر من حادثة امبارح في الفترة الليلية، كانت مصادمة احتكاكية على الطريق الدائري بين سيارتين ملاكي من الحجم الصغير. الحمد لله ما كانش فيه خسائر في الأرواح، ما كانش فيه أيضا مصابين الحمد لله، برضو ما أثرتش بشكل كبير على الطرق. تم التراضي بين الاطراف، وحتى كمان فضلوا ان هم ما يعملوش محضر وانصرفوا من مكان الحادث. الحادث تصادم بين سيارتين، مصادمه احتكاكيه فقط بدون اي خسائر. طيب بالنسبه للضبطيات يا فندم، هل كان هناك ضبطيات خلال 24 ساعه الماضيه؟ فعلا احنا امبارح كان عندنا كميه كبيره اتبلغت لنا بوقائع الضبط، كان اولهم في منطقه الطريق الصحراوي عند الكيلو 109. السادة الضباط كانوا عاملين حملة مكبرة لضبط المخالفات، العميد عمرو العسكري والرائد طارق أبو العنين والرائد عمرو الخواص والرائد محمد خليل والنقيب عبد الوهاب الدمياطي. أثناء عملهم الحملة تمكنوا من ضبط سيارة قائدها أول ما شاهد الحملة ترك السيارة وهرب جري في المنطقة الجبلية. الضباط اشتبهوا في السيارة، راحوا فتشوا العربية، عثروا بداخل السيارة على 38 بندقية آلية وبندقيتين خرطوش وكميه كبيره من الطلقات. دي كان مصدرها ايه يا فندم؟ او كانت السياره متجهه منين لفين يعني؟ هي كانت قادمه من مدينه الاسكندريه او من محافظه مطروح تحديدا متجهه للقاهره. للاسف قائد السياره تمكن من الهروب في المنطقه الجبليه قبل ما القوات يعني هم شاهدوه عن بعد وهو بيجري، ولكن لم يتمكنوا من اللحاق به. طب التوضيح اكتر، كان في كمين ايه بالظبط في القاهره تم ضبطه؟ لا، احنا رجال الاداره العامه للمرور في اي مكان في الطريق بنرتقي ان هو مناسب ممكن نعمل الحملات بحيث ان الحملات ما تبقاش ثابته ومتكرره، بيحصل نوع من الملل لدى المواطن او مستخدم الطريق، بيحصل نوع من الملل لما بيكون الحمله في مكان ثابت. ايضا بنفاجئ المخالفين في اماكن متعدده. هل كان هناك قطع طريق على مدار ال 24 ساعة الماضية؟ هو للأسف النهاردة صباحا طريق الإسماعيلية عند محطة تحصيل الرسوم في الكيلو 86 تجمع مجموعة من قائدي سيارات الأجرة، ليهم بعض المشاكل مع إدارة السيرفيس ومشاكل مع بعض قائدي السيارات الأخرى اللي بتدخل تحمل اللي بتحمل ركاب من خارج الموقف. مشاكلهم للاسف ان هم المفروض ان هم يعرضوا المشاكل بتاعتهم في طرق قنوات شرعيه وقنوات قانونيه، للاسف ما تبعوش الطرق دي وقاموا بقطع الطريق عند الكيلو 86. احنا حاليا عاملين تحويله للطريق بالنسبه للقادم من مدينه الاسماعيليه ومدينه بورسعيد عند الكيلو 102 يدخل يمين من عند على طريق ابو سوير ثم يسارا بمحايزات ترعه الاسماعيليه حتى مدينه ابو كبير وياخد شمال مره اخرى يطلع يرجع تاني للطريق الرئيسي عند الكيلو 76 بعد منطقه القاطع بحوالي 10 كيلو. ايضا القادم من القاهره بياخد نفس التحويله، بنعكس التحويله تماما، بياخد يسارا عند الكيلو 76 اتجاه مدينه ابو كبير، قبل مدينة أبو كبير بيدخل يمين بمحاذاة ترعة الإسماعيلية ثم يمينا مرة أخرى عند مدينة أبو سوير ويرجع تاني للطريق الرئيسي عند الكيلو 102. طيب يعني طريق مصر الإسماعيلية في مشكلة وفي قطع وتم تحويله من قبل الإدارة العامة للمرور. لو سألت حضرتك عن كوبري المنيب يا فندم، أيضا كان هناك إصلاحات، هل تم الانتهاء من هذه الإصلاحات؟ لا، هي حتى الآن إصلاحات فواصل وحتى الآن الشركات المنفذة بتقوم بعملها. الموضوع ممكن ياخد معانا فترة أطول من كده شوية،
حاليا في حارتين تم استقطاعهم من الطريق، وبيسير الطريق في حارتين اخرين، والخدمات متواجده لرفع اي اعطال ممكن تحصل في المنطقه الضيقه، لان ممكن تاثر علينا مشكله كبيره. ولكن الحمد لله حارتين مستوعبين الحركه. اي نعم حركه بطيئه شويه، ولكن في قدره استيعابيه للحارتين. طيب هل هناك اي تنويهات اخرى من قبل الاداره العامه لمرور القاهره للمواطنين صباح يوم السبت؟ طبعا بنتمنى ان المواطنين يلتزم، قائد المركبات يلتزموا بالقواعد الخاصه بسلامتهم وسلامه الاخرين اثناء قياده السياره. نستعرض الطرق والمحاور الرئيسيه في شوارع القاهره لنتعرف على حركه المرور. هو اولا انا بحب اوضح لحضرتك النهارده السبت عطله رسميه في كثير من القطاعات الحكوميه والقطاع الخاص. ده بيأثر معانا بصوره جيده جدا على الطرق زي ما حضرتك شايف. نبدا اولا بميدان رابعه العدويه عند تقاطع شارع النصر مع شارع الطيران القادم من مناطق عباس العقاد اتجاه مطلع كوبري اكتوبر، وتقاطعه مع شارع الطيران. دي اشاره مروريه. الحمد لله الاحجام المروريه اقل من المعتاد بكتير جدا. ننتقل ايضا الى كوبري 6 اكتوبر اللي شايفينه حاليا على الشاشه. المنطقه دي احنا متعودين ان بيبقى فيها كثافات، الحمد لله ما فيش اي كثافات. القرون المغامره يا فندم؟ لا يا فندم، ده منزل القادم من اعلى رمسيس امام وزاره الماليه اتجاه منزل الطريق المؤدي لطريق النصر. تمام. الحمد لله بيسير بصوره جيده جدا وافضل من ايام كتير جدا. ننتقل ايضا الى محور جوزيف تيتو القادم من مناطق الاسماعيليه ومدينه العاشر من رمضان والعبور اتجاه مناطق مصر الجديده. الحمد لله بيسير بصوره جيده جدا، كثافات اقل من المعدلات الطبيعيه. ننتقل ايضا الى طريق النصر مع تقاطعه مع شارع مكرم عبيد القادم من مناطق النادي الاهلي اتجاه رابعه العدويه والعكس. بعض تجميع السيارات فقط عند مدخل طريق النصر ومدخل شارع عباس العقاد. الحمد لله التجميع للسيارات موجود بس اقل من المعتاد، والحمد لله بيتم تجاوزه بسرعه. ايضا ننتقل لشارع صلاح سالم. الحمد لله شايفين الحمد لله الحاله المروريه في الاتجاهين بتسير بصوره جيده جدا. ايضا اذا انتقلنا الى طريق الاوتوستراد الحمد لله في قله نسبيه في عدد السيارات اللي بتسير حاليا على الطريق. ايضا كذلك بالنسبه لمحور العروبه منطقه امام مسجد المصطفى والجهاز المركزي للمحاسبات، ايضا الحمد لله ما فيش اي كثافات زي ما حضرتك شايف. الحمد لله معظم المحاور ده نتيجه النهارده عطله رسميه، بس يعني ساعات الذروه يعني الساعه 4 عصرا او الساعه 12 ظهرا، هل متوقع ان يكون هناك اي من المحاور الموجوده كثافه مروريه؟ هو بتبدا معانا بعض الكثافات النسبيه في يوم زي يوم السبت بتبدا من حوالي الساعه 2، ولكن بتكون كثافات نسبيا ضئيله جدا. الكثافات اللي احنا بنتوقعها في الفتره الليليه مع استعداد المواطنين ليوم الاحد يوم بدايه العمل بالنسبه للقطاعات الحكوميه والقطاع الخاص في معظم المجالات، بيبتدي ايضا بيجي لنا وافدين من المحافظات المجاوره للقاهره اللي بيعملوا بمدينه القاهره الكبرى. ده بيأثر معانا بالسلب على حاله المرور، ده بنتوقعه في الفتره الليليه ان شاء الله. طيب في حاله يعني وجود سيوله مروريه او عدم وجود عوائق كمان لسائق السياره، ده بيكون دافع ليه ان هو بيستخدم سرعه اكبر، ممكن يؤدي الى حوادث اكتر من ما يكون الطريق واقف اكتر يعني؟ هو للاسف احنا طبعا ما بنتمناش ان الطرق تكون فيها كثافات عاليه، بنتمنى طبعا ان الطرق تكون فيها سيوله، ولكن ده قد يكون احد المغريات لقائد المركبه ان هو يزود من سرعته. زياده السرعه للاسف بتفقد قائد السياره السيطره على المركبه اللي هو بيقودها بنسبه كبيره جدا، بيكون عرضه اكتر للحوادث لا قدر الله. طبعا بنعيب بالمواطنين الالتزام بالسرعات المقرره والالتزام بالحاره المروريه اثناء سيره في الطرق. شكرا لك جدا. شكرا لحضرتك جزيلا. إذا مشاهدينا كنا معكم من داخل الإدارة العامة للمرور بصحبة الرائد أحمد شريف مشرف الإدارة العامة لمرور القاهرة للتعرف على حركة الطرقات وحركة المرور لصباح اليوم السبت. نتمنى لكم السلامة ونعود إلى الاستوديو للزميل كالم محمود لاستكمال الجولة الصباحية للأخبار. شكرا لكم وتابعونا.